نعرف اعمالك الجديده وهنشوفك ايه في رمضان اللي جاي. انا لسه مخلصه تصوير فيلم جروب الموميز مع روبي اخراج استاذ عمرو صلاح، وكانت تجربه حلوه جدا لان كان بقالي فتره ما عملتش سينما او مصور، بقالي سنه يمكن ما صورتش فيلم، وكنت واخده فتره اجازه الفتره السنه اللي فاتت دي، وبستعد كمان لنزول فيلم ليله العيد ان شاء الله. انا لسه مش عارفه هينزل امتى، ففي كده في فيلمين. بالنسبه لمسلسلات رمضان بستعد للمداح 3 مع حماده هلال، والمسلسل جميله مع ريهام حجاج عن شخصيتي في المداح. لا انا مش هينفع خالص من شهر 11 اتكلم عن شخصيات اللي هتتعرض في شهر 3 4. لا ما هو ده هو اللي اقدر اقوله عن الشخصيات، انه انا عموما ما بفضلش ان ممثل، اي ممثل يعمل مسلسلين في نفس الوقت، بس انا عملتها يمكن مرتين في حياتي، لانه بتبقى ظروف خاصه انه الشخصيتين بعاد عن بعض تماما، فبحب ان انا ابين او العب. يعني بالنسبه لي بيبقى تحدي ان انا اعمل شخصيتين مختلفين عن بعض في نفس السيزون، ده بيبقى تحدي ليا، وبحب اعمل ده كمفاجاه للجمهور، بس ما بحبش ان انا كل سنه اعمل مسلسلين. فكل اقدر اقول انه الشخصيتين بعاد عن بعض تماما، وده اللي خلاني اعمل مسلسلين السنه دي. يعني احب اقول لاي ام او اب او اسره كمان، احنا دايما بنركز على الام، هي لازم الاسره كلها وكل اللي حوالين الطفل اول حاجه ما يتكسفوش منه، ويبقوا فخورين بيه، ويبقوا مصدقين في قدراته، لانه لو هم ما صدقوش عمر ما الطفل هيصدق في نفسه ويعرف يحقق حاجه. فاهم حاجه ان احنا ما نتكسفش وما نخبيش، بالعكس احنا نبقى فخورين ونقف قدام الناس ونقول لهم ان اولادنا هيطلعوا كويسين وندافع عنهم. انا سمعت مؤخرا، يعني انا بصراحه لما مثلا ببقى في مول او في حته وبشوف واحده لسه معاها بيبي لسه صغير مولود، بسالهم، بيبقى عندي فضول اعرف هل الكشف المبكر بقى اجباري. هو مش اجباري بس بقى بيتعمل، يعني ما بقاش اللي هو مش شرط عشان شهاده الميلاد تطلع، ولكن بقى بيتقال لهم لازم تعملوا كشف سمع، او في مستشفيات بقت بتعمله على طول اوتوماتيك. هي الحقيقه هي شخصيا ما تمش التنمر تجاهها، لانه انا او احنا اتعلمنا يعني انه اهم حاجه ان احنا نجهز او نشرح للناس اللي حواليها حالتها، فحتى اصحابها اللي عندهم 5 و6 و7 سنين فاهمين حالتها كويس جدا، لان انا بديهم كتب للاطفال يقروها عن الموضوع. فانا بحاول ان انا اساعد ان يبقى في توعيه كمان للاطفال اللي ما عندهمش مشاكل، ازاي يتعاملوا مع اصحابهم اللي ممكن يبقوا مختلفين شويه.